يقولون إن الحجاج سأل سنان الهليك الخبيث اللعين: كيف قتلت الحسين؟ قال: دسرته بحربتي دسرة، وضعت حربتي في صدره ودفعته وقتلته. قالوا: ونزل خولي فاحتز رأسه بعد 30 ضربة بسيف وطعنة برمح غير السهام والنبال. جيد. الآن إذا تكلمت في هذا الآن أنت يعني تعين الرافضة، فأخفي الرزية والبلية في أهل البيت حتى لا تنتصر الرافضة. خذوا حق أهل البيت واسبقوا به الرافضة واغلبوا به الرافضة. من أولى بالمسيح، نحن أم النصارى؟ من أولى بأهل البيت، نحن أم الرافضة والشيعة؟ سبقوكم إلى خير، اسبقوهم إليه، أنتم أولى بأهل البيت وآل محمد عليه صلوات الله. ألا تلعنون من قتلهم؟ ألا تعادون من قتلهم؟ علمنا، سمعناهم يلعنون ويعادون من قتلهم ويتبرؤون ممن قتلهم، لم نسمعكم بهذا. لا تلعنون وسآتيكم، ولا يجرؤون أشياخهم وكبراؤهم لهم السنة، لا يقولون هذا. أنا ليه بقول هم السنة؟ لأننا المسلمون لا سنة ولا شيعة، لا رافضة ولا وهابية ولا مستسلفة ولا سفالة من هذا شيئا. اسمع وتبين بنفسك. يعني يذبح ابن النبي ولا نعلم إلا بعد شيبة، ولا نعلم أبناءنا ولا صغارا أن فاطمة فاطمة، وأن الحسن الحسن، وأن الحسين الحسين. طب اسمع، هذا السؤال لعلماء السنة الآن في هذا العصر، هذا السؤال للعلماء. تأتيني بألف من علمائهم وأسأله سؤال، محبو أهل البيت، أولياء أهل البيت، أسأله سؤال، سؤال العلماء الذين يعرفون الشافعي ومالك وأحمد وابن تيمية وابن علية وشعبة وما يسمون لك. أسألك، كنية الحسن ماذا كان؟ والحسين، لعلهم يسمعون الرافضة والشيعة يسمون الحسين بأبي عبد الله، فلعلهم سمعوها أن الحسين أبو عبد الله، يكنى أبا عبد الله حسين. فالحسن نحب أهل البيت، ويعني إنما هما سبطان، سبطان، وابنة نبي الله فاطمة وابنها. الحسن أبو من؟ والحسين أبو من؟ حين يذكرون مثلا الحسن البصري أبو فلان، ويذكرون البخاري أبا فلان، والإمام مسلم رحمهم الله أبو فلان، والنسائي أبو فلان، يعرفون أبو العباس ابن تيمية أبو العباس، من لا يعلم أبا العباس؟ طيب فالحسن، يا أهل السنة تحبون أهل البيت وتوالون أهل البيت، أبو ماذا كان الرجل؟ أسألك أنا هذا السؤال ليس للعامة، أنا أعلم العامة لا تعلم، من كل ألف ألف، من كل ألف لا يعلم ألف، وأشهد الله لا يعلمون أن الحسن أبو كذا أبو فلان. والعلماء من كل ألف كم؟ هات فعوهم يجيبوكم هم، الآن سيتبينون وسيسألوا. اللهم صل على أبي محمد الحسن، كان يكنى أبا محمد، لكن الحمد لله نحن أهل السنة لا نعلم وما لنا ولهذه يعني الشوائك.